تسلمت مصر دعوة رسمية من الجانب الروسي لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا المقرر انعقاده في روسيا نهاية الشهر الجاري. وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أهمية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في سوريا واستمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية. وأكد أن مصر تدعم المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة. أستاذ جيلان، بشكل مباشر، إلى أي مدى ممكن أن تسهم تلك المفاوضات في الوضع السوري الراهن؟ الحقيقة مفاوضات سوتشي، وبعدين كان في أصلا مفاوضات ومراجعات في جنيف مرة أولى وثانية وثالثة، ولكن حتى الآن بعد سنوات طويلة مرت على سوريا من الدمار والخراب، دفع فيها الشعب السوري الكثير من الدماء. للأسف هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات لا تؤتي بالشعب السوري بجديد. اليوم وجدنا أنه الموضوع خرج من التهدئة، في كل محاولات التهدئة ومناطق محصنة نجد أنها في كل مرة تفشل، وأنها المؤتمرات لا تأتي على الشعب بشيء جديد، ولكن تأتي عليه بخسائر أكبر، وتأتي على الزعماء أنهم يستغلون أدوارهم في هذه المؤتمرات. لذلك مصر كانت من أول يوم تقول أنه الحل السياسي هو المطلوب، ولكن يكون هناك فعلا حل سياسي وليس فقط سلاح وميليشيات وتدخل من روسيا وتدخل من تركيا وتدخل من أطراف عربية تريد بسلاحها الخراب لسوريا. يجب أن يكون هناك، إذا كان مؤتمر جنيف أو سوتشي، يجب أن يكون على الأرض حلول تخرج بها هذه المؤتمرات، ولا نسمع فقط عن مؤتمرات يعاد بثها كل مرة على الفضائيات، ولا نجد إلا الدمار يعاد بثه على الأرض السورية. استقبل الرئيس عبد الفتاح